اهلا وسهلا بنات، كي دايرين؟ بخير، مرحبا بكم في قناة اسباس نجمة. اليوم فيديو جديد، غادي نحضر معكم فقيقتات مالحين كيجيو غزالين في المذاق وحتى المنظر. هاد الفقيقتات هادو كنحتاجو فيهم 3 ديال الفرماجات صغار، دامة واحدة ديال كنور، عندي معلقة صغيرة ديال بودرة ديال الثوم، هنايا ما بين 500 غرام حتى لربعة ديال دقيق الفورص، جوج بيضات، او 200 غرام ديال الزبده، اي زبده بغيتو. عندي هنايا زبده نباتيه. كيف ما كتشوفوا هنايا، انا ضفت العناصر كامله، 200 غرام ديال الزبده، 3 د الفرماجات، ها هي هنايا درت معلقه ديال الثوم بودره، ودامه ديال البنه محكوكه، وشويه ديال الملح، وجوج بيضات. غادي نضيف كلشي العناصر مع بعضها، وغادي نخلط المكونات كيف ما كتشوفوا، وغادي نضيف من بعد معلقه صغيره، هنا ما بينت لكم، معلقه صغيره ديال خماره الحلوه، وكاس صغير ديال الماء دافي كما كان ديال الروبيني باش غادي نجمعوا العجين، وجوج حتى 3 المعالق ديال زيت المائده، ويمكن لكم حتى تضيفوا زيت الزيتون. صافي، كيف ما كتشوفوا هنايا، انا غادي نخلط العناصر مع بعضها مزيان، ومن بعد غادي نضيف الدقيق. هنا غادي نزيد زيت المائدة، كما قلت لكم يمكن لكم تضيفوا حتى زيت الزيتون. هنا ضفت 3 المعالق، من بعد انا كما كتشوفوا انا ضفت كاس صغير ديال الماء دروبيني، انا استعملت، واخا كتشوفوا الكاس كبير، هنا عندي الضو تقطع ومن بعد رجع سيغ بلاص، غير كاس صغير باش غادي نجمع العجين ديالي. هنايا انا ضفت الدقيق فورس، صافي غادي نجمع المكونات كامله مع بعضها. هيا خميره، معلقه صغيره عامره ديال خميره الحلوه كنضيفوها في الاخير. صافي كنجمع المكونات مع بعضها حتى كنحصلوا على عجين لين وما قاصحش. هنا بعد ما جمعت العجين ديالي كنحصلوا على هذا الشكل، هذا كنقسموا على 3 د الكرات يكونوا متساويين. الشكل الاول غادي نضيف له الزعتر، شويه ديال الزعتر، مهم معلقه كبيره صراحه ماشي شويه، معلقه كبيره ديال الزعتر مع معلقه كبيره ديال الهريسه الخضراء. غادي نخلط المكونات مع بعضها حتى كنحصلوا على عجينه. هنا الكره الثانيه غادي نضيف ليها معلقه صغيره ديال التحميره، ومعلقه صغيره ديال الهريسه الحمراء، ومعلقه صغيره ديال مطيشه الحك، انا ما عنديش كيتشوب، درت بلاصتها مطيشه الحك، حتى هي كتجي زوينه. والكرة الثالثة كنضيف معلقة صغيرة ديال المطار،
وفرماج حمر محكوك. صافي كندخل العناصر مع بعضها وكنخليه يرتاح واحد 5 دقائق بما كتنسجم المكونات مع بعضها، وكنغطيهم بالسلوفان حتى كيرتاحوا وعاد كنزيدو نخدموهم. هنايا كيف ما كتشوفوا الكره الاولى ديال الزعتر غادي نقطعها اولا غادي نسرحها ما بين جوج ميكات. كما قلت لكم هنا كنقطعوا شرائح طوال بالقطعه ديال الشبكيه، الا كانت عندكم قطعه ديال البيتزا حتى هي كتستعملوها. المهم كتحسن غير غرضنا ان الشرائط يكونوا طوال. هنايا كنقطع على شكل اصابع. مهم يمكن الا كان عندكم حتى الطابع ديال الحلوى صغار، المهم كيبقى لكم اختيار تشكلوا ديروا اي شكل بغيتو. تزيين اولا الشكل كيبقى لكم اختيار اللي بغيتو كديرو. انا لاحظتوا العجين كتلصق شويه ولكن معليش. وهنايا غادي نجيب اللاطه ديالي باش غادي ندخلو الفرن باش غادي يطيب. غادي نهزو هكاك، ما غاديش نهزو بيديه، غنهزو بورق ديال المطبخ باش هكاك يجيني ساهل وكيطيب. غادي ندي مباشره الفرن باش غادي يطيب. وكيف طياب عادي بحالو بحال الحلوه، من التحت حتى كيطيب لتحت، وكنشعلو عليه عاوتاني فوق باش كيتحمر. صافي، وهذه الكره الثانيه ديال الهريسه والتحميره كيف ما كتشوفوا حتى هي غادي نقطعها شرائط على الطول، ومن بعد انا غادي نقطعها مثلثات صغار. ها هو كيف ما كتشوفوا انا قطعت هنايا بنفس القطع مثلثات صغار، ومن بعد غادي ندهنو بابيض البيض وغادي نرش عليه زرية البافو او الخشخاش كإضافة كي يعطي واحد المنظر زوين. وها هو تاو غادي نديه باش غادي يطيب في الفرن. وهذه هي الكرة الثالثة طلقتها، ومن بعد هنا جبت واحد القطعة صغيرة على شكل دائرة او قرص. غادي نقطعو كامل، وغادي حتى هو غادي نزينو من الفوق. ما غادي نزينو بابيض البيض كيف ما كتشوفوا، غادي ندهنو بابيض البيض وغادي نزينو بشويه ديال الفرماج المحكوك وشويه ديال الخشخاش. المهم التزيين كيبقى كما قلت لكم، كيبقى لكم اختيار، كل واحد كيدير الشكل اللي بغى. والمبدا هو ان العجين ديالنا نفس العجين يكونوا بنفس المقادير باش كطلع زوينه. صافي، ومن بعد غادي ندخلها الفران باش غادي يطيب نفس الطريقه كما درت الكرات الاخرين. هنايا الاخر الدوائر اللي بقاو غادي ندير لهم الخشخاش. صافي، وغادي ندخل الفرن. هاد الاشكال هادو كيشدوا اليد ولكن ماشي مشكل. والبقيه ديال العجين انا شديتها ودرتها على شكل حريبلات ودخلتهم الفريكو واحد 20 دقيقه
حتى كيجمدوا باش كيجيوني ساهل في التقطيع ديالهم. هكا انا قطعتهم على شكل اصابع طويله، وهو الشكل النهائي بعد ما طيبته. ها هما دوك المثلثات، هذا ديال الفرماج وهذا ديال الاصابع، شرائط الاصابع. بعد ما تحمروا كيجي المنظر ديالهم غزال وبني، وحتى المذاق ديالهم ملي كتاكلوهم كيكونوا مقرمشين ولذاذ. وكنتمنى انكم تجربوهم، ما فيهمش مكونات بزاف وحتى الوقت ما كيشدوش بزاف، يعني خاصها شويه ديال الصبر. وهذا ما كان، ولا عجبكم الفيديو كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، وتخليوا ليا شي كومونتير يكون زوين. واللي مازال متابعونا عندي في القناه مرحبا به، يدير يضغط على زر الاشتراك ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. والى فيديو قادم ان شاء الله.